قال ابن الجوزي: ذكر أهل العلم بالتواريخ والسير أن أبا بكر شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وجميع المشاهد، ولم يفته منها مشهد، كل الغزوات شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين: ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك، دفعها إلى أبي بكر رضي الله عنه. ثلاثة: وأنه كان يملك يوم أسلم 40,000 درهم، فكان يعتق منها ويقوي المسلمين. أربعة: وهو أول من جمع القرآن. خمسة: وتنزه عن شرب المسكر، وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية والإسلام، ما كان يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ستة: وهو أول من قاء تحرجا من الشبهات، قاء يعني استفرغ. سبعة: والسابعة ذي يا جماعة ما تفوتوا أسائي، كيفوا معه؟ قال: وذكر محمد بن إسحاق أنه أسلم على يده من العشرة خمسة، من العشرة المبشرين بالجنة أسلم على يد أبي بكر خمسة: عثمان ابن عفان. أزي زول نفس كان أسلم على يد عثمان بن عفان، قصر معانا؟ والله ما قصر، جزاه الله خير. وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ذي الكل ونسلم على يد منه أبي بكر رضي الله عنه. شوف الفضل ده. شكا يا جماعة، زول لما ندخل الدعوة دي، دعوة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، يدخل هذا الدين العتيق العظيم، لا يكتفي بنفسه وإنما يؤثر في شنو؟ في غيره. بلغ الدعوة يا أخي، انشرها بين الناس. بعدين الدعوة دي يا جماعة نشرها سهل إذا وفقك الله تعالى. إقناع الناس سهل، كما قال ابن كثير في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين. يعني هذا الدين من قوة حجته لا يحتاج إلى يكره الناس إليه، يعني دين قوة حجته قوية. انت عايز تتخيل لو بتدعو الناس يتعلقوا بالأموات، ما كان بتدعب؟ تقول لهم عندنا شيخ ميت، ولي كبير، والزول ده بيلحق الزول لو في آخر الأرض، الزول ده بيلحقه بس نادوه بس. مش الشغلة دي صعبة تغني عن الناس؟ ناس دكاترة وناس مهندسين وناس، يعني تغني عن ناس زي دين زي الدكاترة والمهندسين وإلى آخره، وناس بتاعين أفكار وناس بتاع، تجي تقنعني إنه في ميت تنادوا؟ ولا علقوا لكم كمون بيحفظكم؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لكن شوف أنت بتجي تقنعهم بالتوحيد. يا جماعة الكون ده خلقه الله، صح ولا ما صح؟ صح. الله ده كريم ولا ما كريم؟ كريم. الله ده على كل شيء قدير ولا ما على كل شيء قدير؟ على كل شيء قدير. الله ذا جماعة سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما فيش بغلبه، غني عن العالمين، رحمن رحيم. والناس بتستمع لك يا جماعة، اتعلقوا بيا الله، خلوا عقيدتكم في الله. كلامك ده ساهل وطيب ولا ما طيب؟ طيب ومقنع. هسه أنا جا أعلقهم عليك الله بتراب، قول لهم يا جماعة سفوا التراب ده فيه بركة وبعالج من المرض، وهم دكاترة قروا إنه المرض ده التراب ده بسوي حصوة، عشان تغنيهم صعبة جدا. لكن كونه تقول له ندعو الله، الله يشفيكم لأنه هو خلقكم، وإذا مرضت فهو يشفين، كلام ده مقنع. لما تجي تغنيهم تقول لهم الله في القرآن ذكر إنه العسل ده فيه شفاء، لو بيقوا أعلم ناس في أمر الدنيا بيقتنعوا، لأنه كلامك ده كلام موجود، يفحصوا العسل يلقوه فيه شفاء فعلا. فلذلك الدعوة دي سهلة جدا، ما صعبة. قل للناس يا جماعة اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بتدعون لحزب ولا لطائفة ولا لجماعة، ولا يبقوا صوفية، ولا يبقوا أنصار سنة، ولا يبقوا مع الإخوان المسلمين، ولا يبقوا مع حزب التحرير، ولا يبقوا مع حزب الأمة، ولا يبقوا مع السرورية، ولا يبقوا مع الحزبيين، ابقوا ناس متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده سمع ولا ما سمع؟ سمع. عشان كده الدعوة دي انت ما تكسل،
بلغ الدعوة للناس يا أخي، أنشر الخير، خليك زول مؤثر، والله بوفقك سبحانه وتعالى. تمني يا جماعة من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان أفهم الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف الموقف ده، قال عن أبي سعيد قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، دي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، خطب الناس فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. الله سبحانه وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده سبحانه وتعالى، فاختار ذلك العبد ما عنده، ما عند الله تعالى. قال أبو سعيد رضي الله عنه فبكى أبو بكر، قال فعجبنا من بكائه. هل قالوا عجبنا من بكائه ديل منه؟ صحابة. فهو فهم ما لم يفهم غيره من علماء الصحابة رضي الله عنه، وهم أفهم الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجبنا من بكائه أن أخبر أن، هنا عندي في اللغة اسمها تفسيرية يعني، عمل بتفسير يعني، أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، يعني هون يتعجبوا الرسول يتكلم عن زول خير، صلى الله عليه وسلم تكلم عن رجل خير وعن عبد خير، يعني ما سبب البكاء؟ قال رضي الله عنه قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، يعني كان هو المخير، واختياره لما عند الله سبحانه وتعالى على أن يختار ما عند الله على الدنيا، لا يقدم الدنيا وإنما يقدم الآخرة، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم سيفارق هذه الدنيا وينتقل إلى ما عند الله، فبكى أبو بكر من هذا الأمر رضي الله عنه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به، كان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، علمنا منصوبة لأنها خبر كان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي، إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل لاتخذت أبا بكر. قال لكن أخوة الإسلام، لكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد، أي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يسد، وفي رواية خوخة، لا تبقى خوخة إلا باب أبي بكر، يعني لا يسد رضي الله عنه، أخرجاه في الصحيحين. طيب الحديث ده علاقته بالمناقب أن أبا بكر كان يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أفهم الناس لقوله صلى الله عليه وسلم. تسعة من مناقبه رضي الله عنه سلامة صدره. والله يا جماعة دي قصة جميلة جدا، وهي في صحيح البخاري، ولعلكم سمعتم بها، لكن فيها سلامة صدر أبي بكر رضي الله عنه، زول ده شفيق بالأمة. قال عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، يعني الليلة في زول أخذ ود معاه لحد ما غضب رضي الله عنه، فسلم، أي أبو بكر رضي الله عنه سلم. ودي فيها فائدة يا جماعة، الزول الغضبان ما يجي يخش في الناس شنو طواليت وكذا وكذا، يسلم. قال فسلم فقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، يعني أنا ندمت إني اختلفت معه في شيء فأسرعت إليه وسألته أن يغفر لي، يعني أن يعفو عني، فأبى، أبى عمر رضي الله عنه من شدة غضبه، فأبى علي، فأقبلت إليك، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه جاءوا؟ عشان المشكلة شنو؟ تتحلل، لأن الصحابة ديل كانت نفوسهم طيبة، وكانوا بيحرصوا الواحد يبيت
وليس في صدره شيء لأخيه، بخلاف اليوم يفتش له المشاكل. وهذا يقول لك أنا كان قعدت كم يوم ما في مشكلة، شغلة دي ما بتجي معي، والدنيا دي سمحة بالمشاكل والله. ويحاول أصل له، يقول لك الفلاح ده لو ما شاف الموية دي في حجر زحاو في الخو في الجدول ما بيرتاح، إلا يكون في حجر لو ماشي ساي ما بيرتاح. حاول أصل له وشاكل في أبسط شيء، والله الذي لا إله غيره صر، بس كان شافك صار خلاص بيقطع معاك طوالي. لك هذول ده بصر لي ساي كده، يقول لك صار لي وناس يتضاربوا. قاعد في الطريق واحد عصره بعربية في الطريق طوالي يشاكله، شكل وضرب وكلام. زول ما يحرص على الخصومة، وإنما يعفو ويصفح. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن عمر، لما أبو بكر رضي الله عنه قال الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر صلى الله عليه وسلم، دعا له ثلاثا. قال ثم إن عمر ندم، يعني قبل لما أبا يعفو عنه شنو كان غضبان، بعد ذاك ندم رضي الله عنه. عمر الصحابة دي العجيبين، فأتى منزل أبي بكر بعد ندم. شوف الناس المتواضعين كيف، ما قال خلاص أنا ندمت بصالحه، لكن طالما جاء اعتذر لي خليه بعد يومين تاني بيجي بيعتذر لي أنا بشنو بقى العذر. مشى لي طوالي في بيته. قال فأتى منزل أبي بكر فقال أثم أبو بكر، يعني هل هو موجود؟ قالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، أي من الغضب. وده الشاهد يا جماعة من الكلام، قال فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه. أبو بكر خاف على منه؟ على عمر، فجثى على ركبتيه خوفا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. فقال يا رسول الله، قال أبو بكر يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، قالها مرتين، يعني أنا ظلمت منه عمر، لا تغضب عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، يعني في أول الإسلام. وقال أبو بكر صدق، رسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، يعني في أول الإسلام. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها، رضي الله عنهم جميعا. انفرد بإخراجه البخاري. الكلام ذا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا، لكن بس نحن ده نقيف مع واحد فين أو اثنين. الأولى أنهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الاختلاف بيزول ولا ما بيزول؟ شكر رب العزة والجلال قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد رحمه الله تعالى إلى الكتاب والسنة. طوال الخلاف بينتهي، والدليل على أنه بينتهي باقي الآية، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر ثلاث معاني للتأويل، منها أن التأويل ما يؤول إليه نهاية الأمر، ده أحسن شيء يؤول له نهاية الأمر إنكم ترجعوا للكتاب والسنة، بعد ذلك بتصطلحوا على الحق. الفائدة الثانية يا جماعة، سلامة صدر أبي بكر وخوف أبي بكر رضي الله عنه وشفقته على هذه الأمة، ويترك كل شيء ويترك الغضب لنفسه إذا رأى أن في ذلك إهلاكا لغيره رضي الله عنه. مو جس واحد يختلف معاك
مش إهلاك لك إنت، قد إهلاك للأمة عديل، قد يناصر عليك زول مبتدع داعية شرك في شيء كان يرى أنه لا يجوز أن يتكلم به ويتكلم به بالباطل ونصرة لنفسه. أبو بكر رضي الله عنه جثى على ركبتيه خوفا على عمر رضي الله عنه، قبل كانوا مختلفين، فترك كل شيء خوفا عليه وشفقة عليه رضي الله عنهما. عشر من المناقب أنه كان منكسرا لله سبحانه وتعالى، متواضعا لخلق الله، وأنه إذا عمل العمل الصالح وكانت منه المواقف الطيبة لا يفتخر بها ولا يمن بها، بل ينسب الفضل إلى ربه سبحانه وتعالى وينسب الفقر إلى نفسه، أنه مفتقر إلى مولاه سبحانه وتعالى. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، يعني ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكى أبو بكر، ومدحه مفروض شنو يفرح ويضحك، بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع للألباني. 11 من المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه حتى في الصلاة، كان يقدمه حتى في الصلاة كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم. طيب، قال عن محمد ابن جبير: بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أنه سيكون هو الخليفة، إشارة واضحة بينة من أقوى الأدلة. قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أي جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني جاءت كأنها تريد مالا من حقها أو كذا أو كذا، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني كأنها تعرض بموته صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. رواه البخاري. وده يدل لك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم شأن أبي بكر إلى الموت، إلى الموت، وهذا فيه رد على الروافض الذين يصفون أبا بكر وعمر بأنهما ارتدا عن الدين، إلى الموت، إلى الموت. وابن القيم ذكر فائدة جميلة جدا، قال: كل أحد يحكم الله تعالى عليه بالرضا في كتابه فإن الله ما حكم عليه بالرضا إلا وهو يعلم أنه سيموت على ما رضي عليه بسببه. لما نقول رضي عن فلان معناه ذول ما بيجي يوم شنو ارتد ولا يجيب كلام غلط يخالف الرضا. وقد مدح الله أبا بكر في القرآن ورضي عنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ديل كلهم فيهم زول سبق أبا بكر رضي الله عنه، ما يبقى هو منهم وهو أسبقهم لدين الله سبحانه وتعالى. ورب العزة والجلال قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله شنو، ولم يقل إن الله معي، إن الله معنا. 12 يا جماعة، قالوا عن الحسن قال، أو الأثر ده، قالوا عن الحسن قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل، يعني يا ليتني كنت شجرة من تواضعه. قالوا عن زيد بن أرقم قال: كان لأبي بكر الصديق مملوك، ده الأثر، يعني هذا المملوك يأتيه أحيانا بالطعام وأحيانا يأتيه ببعض المال، وهو مملوك لأبي بكر،
هو مالكه رضي الله عنه، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، ما شال منه شنو؟ لقمة. فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ كل ليلة بتسألني والليلة دي ما سألتني، قلت لي الطعام ده جبته من وين؟ قال: حملني على ذلك الجوع، أنا ما سألتك من شدة شنو؟ الجوع رضي الله عنه. وإذا كان ذا جماعة أفضل الناس وأعبد الناس ويجوع، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع، أشكية الدنيا دي كان ابتليت فيها، ما تقول ده سبب الدين، لأنه أنا تمسكت بالدين وكذا وكذا تقوم ترتد، كما قال الله تعالى عن بعض الناس: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال الفوزان على طرف، حفظه الله، قال على طرف، مازك فيه طرف الدين، فإن أصابه خير اطمأن به، قال والله الدين ده تمام، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لما تصيبه فتنة، واحد استغام جديد وزول من أخواننا نحسبه، بعدين هو بهز الكلمة مرات بهز، لكن الهزل ده يا جماعة زول يعمل حسابه، بعدين لقاني في ديوان بتاع واستغام جديد وكان ممثل مشهور واسع، عنده تمثيليات موجودة في النت مع ناس جمال حسن سعيد وديل والجماعة ديل ومعروف عندهم، فتاب نحسب فيه خير شديد، أقام قال لي: اسمع إنت السلفيين ديل مالون كلهم مفلسين كده؟ قلت له: ما فيه ابتلاء. لا، قال لي: سي ما ممكن الزول يكون موحد ويكون عام مساي، يعني موحد والشغلة دي يشيلها ويكون عام كده ساي وكده. قلت له: اصبر يا اخي، الشغلة دي فيها ابتلاء وكذا، لكن الله بيفتح عليك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كلام بالمعنى ده يعني. فقام ضحك قال لي: يا اخي بهزل ساي، بهزل ساي يا اخي. وقال قال بعد تاب اتصلوا به وقال له: اسمع في تمثيلية، قال لهم: بكم؟ وتاب قال لهم: بكم؟ قال له: ب 300. قال لهم: ما بخرب توبتي ب 300. بعدين عنده 21 بنطلون، قال: قطعت 11 وخليت 10. قلت: ما معروف اللي بيحصل والله. يوزل عليك الله. لكن هو من اطيب الناس، زول طيب نحسبه ونحسبه صادق في دعوته، والله مبتلى نسأل الله يفرج عنه، لكن ثابت، لكن بيقول الكلام ده شنو؟ ضحك وزول فكاهي كده. طيب، قال: فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع، من أين جئت بهذا؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم، سويت لهم الرقية يعني زمان في الجاهلية، في بعض الروايات تكهنت لهم، تكهنت لهم. قال: فوعدوني، فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني، فقال: أف لك كدت تهلكني، فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ رضي الله عنه، فجعل يتقيأ رضي الله عنه يخرج هذه اللقمة. قال: وجعلت لا تخرج، فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء، فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها رضي الله عنه، حتى أخرجها. فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. ليه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. في بعضهم بنقول كل لحم، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قال: فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. هذا الحديث في صحيح الجامع للألباني رحمه الله. فذي يا جماعة بعض مناقب أبي بكر رضي الله عنه، من مناقبه أنه كان شجاعا وكان رقيقا وكان أسيفا كثير البكاء إذا تلا القرآن رضي الله عنه، وكان قويا في دين الله لما ارتد
من ارتد من العرب قاتلهم رضي الله عنه. عشان كذا ابن تيمية رحمه الله ذكر فائدة في الفتاوى وتراجع في الجزء السابع والثامن، كتاب الإيمان الجزء السابع وكتاب القدر الإيمان الجزء الثامن. قال: كان أبو بكر لينا رقيقا في بادي أمره، فلما ولاه الله الخلافة صار قويا في موضع القوة، وكان عمر شديدا في أول أمره، فلما ولاه الله الخلافة صار رقيقا في موضع الرقة. قال: وهذا من تهيئة الله وتربيته لهؤلاء رضي الله عنه، أو كما قال رحمه الله تعالى.